هاي، كيفكن؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقرة عاطفية لبرج الثور، رح أحاول أحكي عن مشاعر الحبيب ونواياه، مشاعرك كذلك أنت يا برج الثور ونواياك، ورح أحاول أحكي عن مستقبل العلاقة بيناتكم. كذلك رح أتحدث عن العزاب، عزاب برج الثور. رح نشوف هل في شخص جديد بحياتكم أو لا. وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي وتدعموني كمان. بدي اقول شغلي على انه هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع. حاول تشوف اي فيديو يناسبك اكثر. كمان في احتمالية انه تكون القراءة عكسية، يعني الاشياء اللي بحكي عنك ممكن تنطبق على الشريك، والاشياء اللي بحكي عن شريك ممكن تنطبق عليه. بداية يا برج الثور، عم شوفك قافل أبواب نحو علاقة ما، ما بدك يعني بدك صلح أبدا. عم شوفك مركز أكتر، بتفكر، بتشوف أو بترتب أولوياتك أنت يا برج الثور. عم شوفك عم تراقب هذا الشريك من بعيد، ممكن على السوشيال ميديا، ما بتراقبه ما فقط من بعيد، بس ما عم شوف في حكي بيناتكم. عم شوفك مقفل الأبواب. عم شوف كذلك حتى الشريك انت يا برج الثور مهتم أكثر لتصليح أمور متعلقة بالبيت، كذلك متعلقة حتى بالعائلة. كانوا عنده مشاكل بالعائلة، بحاول أنه يصلحها، مشاكل مع أفراد عائلي. عم شوفه كذلك ممكن ينوي على هجرة، تغيير بيت، تغيير ممكن هو حاليا بده يسافر، بده يروح على بلد تاني أو على مكان جديد. كأنه يعني يعيد ترتيب حياته أو أولوياته. عم شوف في تفكير عميق جدا للشريك، مشغول بأشياء عدة. عم شوف كذلك مشاعرك نحو هذا الإنسان، مشاعر كتير صادقة، بتحبه كتير يا برج الثور. تحسه أنه توأم شعلة أو توأم الروح، يعني هذا الإنسان اللي يعني يكملك كشريك، يعني أرواحكم تتلاقى مع بعض وتلاقي شخصية مماثلة لإلك. كذلك عم شوف يا برج الثور على انه في خصام بيناتكم، ما ممكن ما بتحكي معه او زعلان عليه. مشاعره هو عم شوفه يعني ممكن متحفظ بالمشاعر، مشاعره ما بيحكيها لإلك، ممكن ما بيعبر عن المشاعر. بس هذا الانسان كتير متعلق بعلاقته، العلاقة معك، وهذا الانسان مو قادر ينساك ابدا. كتير بحبك هذا الشخص. كذلك عم شوف في تعلق بالعلاقة كتير، بس ممكن هذا الانسان لا يبوح بمشاعري او يعبر بمشاعره لإلك. عم شوف كذلك الاشياء السلبية اللي ما بتحبه فيه، ممكن شخص يعني عنده مشكل الغيرة، عنده مشكل الشك بنسبة كبيرة، دائما بشك فيك، بشك بنواياك، بشك انه انت مثلا بالبيت كل مرة يسأل ليش بقى، ليش ما جاوبتني بالتليفون. عنده كتير تساؤلات وكتير افكار سلبية. كمان عم شوف الايجابية اللي عم تشوفها انت فيها برج الثور. عم شوفه انت شخص بيوازن بين القلب وبين العقل، وكتير عنده بشيل هموم كتير للناس القراب، ممكن للأم كتير بشيل همه. ممكن هو حاليا يريد السفر ليحسن أحواله المادية والعملية، ممكن لأنه ظروفه العائلية منا جيدة أو الظروف المادية للعائلة منا جيدة، بيعطل هم للعائلة. عم شوف الشريك هيك، كذلك عم شوف على أنه الأشياء اللي ما بحبه هو فيك، على أنه أنت دمعتك قريبة وكتير إنسان
بتحسسه انه بدك بس غرام، بدك بس علاقة، بدك بس حب، بس هو بشوف اشياء اولويات كتير مهمة. ممكن شاغله مشكل العائلة، شاغله مشكل الماديات، وانت بدك بس ممكن العلاقة ومتى اتزوج فيك وهيك. ما بحب هذه الاشياء، بحس انه شيء بيزعجه كتير. عم شوفه بحب فيك كذلك، بحب فيك على انه انت شخص بتحبه كما هو، يعني متقبل شخصيته وبتحبه كما هو، وعندك اقتناع بهذا الشريك. عم شوف كذلك نيته نحوك كتير زعلانها كمان هذا الشريك. ممكن انتم متذاكرين مع بعض وما بتحكوا مع بعض، بس في حب قوي يجمع هذه العلاقة. هذا الانسان كذلك بحبك، بس عم شوفه بيهتم اكتر حاليا لمشاكل عنده بالعيلة تشغله بشدة، لهيك عم شوفه يهتم لإله بهذا الوقت. كذلك عم شوف نيتك انت تصلح الامور بيناتكم، نيتك انه تتوازن بالعلاقة، نيتك انه تعود الامور الى مجاريها. عم شوف في نية نحو هذه الاشياء. اما مستقبل العلاقة فانا بشوفه في عودة وفي رجعة وفي اصلاح لامور. عم شوفكم مع بعض بطريق يعني طويلة، ممكن حتى تطولوا، ما عم شوف المستقبل يعني زواج. ممكن هو نيتك انت ونيته في زواج، بس مشواره او حياته لساته، يعني ممكن هو لساته مو ما عنده فلوس عشان يتزوجك او عشان يستقر ماديا، ما عنده مال بهذا الوقت، ماديته كتير يعني مش ولا بد. بس عم شوف في فرحة إذا استمرت العلاقة هيك. عم شوف كذلك للعزاب أو الناس اللي ينتظرون شخص جديد بحياتهم، عم شوف ممكن يحمل هذا الشهر لإلهم شريك. شريك ممكن يكون من برج العقرب، شريك ممكن حتى من برج الأسد. عم شوفه شخص شوي أناني، عم شوفه شخص هيك مشهور، شخص عنده شخصية قوية. عم شوفه كذلك ناجح ماديا، ناجح عمليا، ناجح من جميع النواحي. عم شوفه لأنه بيظهر بطاقة المجسم اللي هو الساحر، عنده كتير خبرات بالحياة، وكذلك عنده شيء من الغيرة وشيء من البغير عليك. بتلاقي فيه هيك طبع شوي يعني طبع العقرب أكتر، يميل إلى طبع العقرب. عم شوف كذلك ممكن العلاقة إذا تفاهمتوا مع بعض ولقيتوا حل مع بعض، عم شوف في زواج بيناتكم، بس لازم تلاقوا حلول، لأن عم شوف شخصية قوية كتير يا برج الثور. الطاقات اللي عم تطلع عندي، عم شوف برج العذراء، عم شوف برج الأسد، العقرب، الجوزاء، الميزان، عم شوف برج الحوت، الجدي والحمل، يعني في كتير، وحتى القوس، يعني تقريبا كل الطاقات بهذه القراءة. هذه الطاقات اللي عم تطلع عندي، حتى برج الدلو. رح احاول اخذ نصائح لك من الاوراكل كاردز. سامحوني انا كتير تعبانة. هيك انا بحكي، يا دوب بحكي.
نشوف هاي الدعوة لأنه تكون في تنقية للعلاقة، إذا العلاقة منا جيدة نتصلح أمور كانت عالقة. كمان عم نشوف إنه ندعو لأنه تستقبل طاقة جديدة، يعني إذا أنت يعني حاطط حالك ب ب بمكان ما عم تخرج، ما عم تلتقي مع ناس، ما عم تستقبل طاقات، ما عم تتعلم، ما عم تدرس، ما عم يعني ما عم تعمل شيء يا برج الثور، فهذه دعوة لإلك إنه تروح تشوف أشياء، تطرق أبواب جديدة، إذا كان بالعلم، إذا كان بالدراسة، إذا كان بشغل، إذا كان بأي شيء أنت عندك اهتمامات لإله، حاول إنه تروح لإله، ما تقعد أبداً. عم شوف كذلك إنه في أبواب رح تفتح إليك، أبواب خير، أبواب رزقة، ممكن حتى يكون زواج إذا للبعض بدون زواج، عم شوف في أبواب رح تفتح لهيك. أنا بشوف الدعوة إنه لازم تستقبل طاقة، تغير أنت من نفسك لتستقبل طاقة التغيير، لأنه التغيير أبداً ما بيجي لحاله، التغيير يبدأ من الشخص، من بعدين رح يجي التغيير. ما تفتكر أبدا يا برج الثور إنه تقعد بالبيت يعني وتسكر على حالك والتغيير يجي لحد بابك أبدا. كمان عم شوف إنه إنه بيقول لك إنه كل شيء رح يحدث بوقته، وكل شيء رح يحدث بنوع من يعني بشكل جيد، وبعدين رح تفهم ليش بقى كان هذا التغيير، لأنه كأنه أنا بشوف دعوة إنه رح يحدث تغيير بحياتك، ممكن تغيير للإيجابي أكيد، بس عم شوفه لازم أنت تتغير فكريا. أنت يا برج الثور لازم تعمل تنقية للتفكير، تشيل كل الأشياء السلبية براسك وتبحث عن الإيجابي، تشتغل على حالك، تدرس كتير أشياء. بقول لك إنه الحب يأتي بالمعجزات، وهذه المعجزات تصبح شيء طبيعي، منا يعني كأنه لا تأخذ اسم المعجزة فهي تأخذ اسم الأشياء الطبيعية، لأن الحب بيعطيك أشياء أو بيعطيك قوة كتير كبيرة. لهيك حب حالك، حب نفسك، حب العالم، حب اللي حواليك، حب كل شيء، يعني لازم تحب كل شيء وتشتغل على الأشياء عشان تحصل عليها. هذا كل شيء بيطلع لك يا برج الثور، بتمنى لك كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب.